لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده من استاد بلدنا، وزي ما قلت قبل الفاصل هيكون معايا مجموعه من اللاعبين، لاعبين ممتاز بيه ولاعيبه على اعلى مستوى بصراحه، وبسم الله ما شاء الله عليهم، والمصاب منهم يرجع ان شاء الله سريعا. خلوني ارحب بيهم في البدايه، وهنتعرف بقى منهم شايفين فرقهم ازاي، شايفين نتائج الاسبوع العشرين ازاي، مباريات الاسبوع 21 ازاي، مباراه السوبر النهارده بعيونهم متوقعين منها ايه. هنعرف من ضيوفي الكرام النهارده. خلوني ابتدي من ناحيه اليمين، وجون جميل واحد من النجوم اللي لمعوا جدا وبرزوا جدا في بدايه الموسم الحالي، ولكن قدر الله ما شاء فعل جات له اصابه ابعدته شويه عن الملاعب، بس باذن الله هيرجع احسن من الاول. جون اسمه كان كبر وعلي جامد جدا خلال الادوار الاولى والاسابيع الاولى، واصابه جات له وقفته لغايه حته معينه، ولكن هو عنده اراده وعنده قوه وفي دعم كبير جدا من اسرته واهله، وان شاء الله هيرجع سريعا. جون تحياتي واهلا بيكم، منورنا. منور حضرتك يا كابتن فايز، انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك، وبرحب بحضرتك وبرحب بكباتن مصر، وان شاء الله نبقى ضيوف خفاف كده ان شاء الله باذن الله. طمنا اخبار الاصابه ايه؟ والله تمام الحمد لله، بدات كده التاهيل هو من اسبوعين، وشغال مع الدكتور محمد رفعت والدكتور محمد مصطفى والكابتن خلف، وبوجه بقى شكر من خلالك للدكتور علاء عبد رؤوف اللي عمل لي العمليه، والدنيا تمام وماشيه الدنيا، والكابتن الثلاثه بصراحه ما بيخلوش عليا بحاجه، وربنا يسترها كده ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. ان شاء الله خير ان شاء الله. ايضا لاعب شرقية دخان عمرو ثابت منورنا النهارده، والشرقيه لا ابتدى يفوق، ابتدى يحقق نتائج كويسه جدا عكس الدور الاول والمباريات في الدور الاول. خلوني بس اشوف كده بصه وصلوا فين في جدول الترتيب. ماشي الدخان وصل ل 12. طب ده شيء كويس جدا، يعني كانوا دايما في اخر خمسه، ولكن لا الدخان عالي فوق شويه مع كابتن اشرف ريان. لسه كابتن اشرف ولا اتغير؟ لسه موجود زي ما هو. منورنا اول حاجه عمرو. ده نورك يا كابتن. طبعا انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده، اعلامي متميز دايما، وانا مبسوط ان انا موجود في قناه نهار رياضه، قناه التميز دايما برضو، القناه اللي هي خلت الممتاز به يبقى بعد ما كان دوري خارج الاضواء بقى دوري في الاضواء، من بس تحليل وتحليل مباريات الممتاز به. وبرحب بزمايلي طبعا موجودين معايا كابتن جون وكابتن حمدي. منورنا انت والله منورنا. بس بسم الله ما شاء الله الشرقيه ماشي كويس، يعني ابتديتوا تفوقوا بس متاخر. الحمد لله، يعني الجهاز الفني الجديد بقياده الكابتن اشرف ريان من يوم ما جه احنا بقى اشتغل معانا شغل كويس جدا، بدانا نحسن في النتائج، بدانا نجمع في بنات، دخلنا مركز في منتصف الجدول بعد ما كنا في اخر الجدول. الحمد لله مستمرين على الاداء ده ومستمرين على النتائج دي، ان شاء الله نخش في مركز احسن كمان وكمان ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. معايا برضو واحد من نجوم، فاكرين كده من حوالي شهر قلت لكم نادي الترسانه استغنى عن اربع خمس لعيبه، واللعيبه كلها سوبر وكلها راحت اديت قمه وانديه تقيله جدا، كان من ضمن الاسماء واحد اسمه حمدي عبد الرحيم، انا فاكر الاسم ده كويس، وقلت لحضراتكم اربع اسماء وكله اللي منهم راح المريخ واللي منهم راح سيراميكا واللي منهم راح مصر تقريبا، يعني لو ما خانتنيش الذاكره، والقناه كلهم راحوا انديه محترمه جدا جدا. معايا النهارده حمدي عبد الرحيم لاعب نادي سيراميكا الحالي اللي مشرفنا ومنورنا. حمدي تحياتي واهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، وانا بشكر حضرتك على الاستضافه الجميله ديت، وبشكر فريق الاعداد، وبشكر الكابتن احمد معتمد والكابتن احمد مع كمون. انا الحمد لله موجود في نادي سيراميكا، نادي محترم برئاسه الاستاذ محمد ابو العينين. انت لعبت تاني ماتش على طول بعد ما اتنقلت؟ لعبت تاني ماتش على طول، والناس محترمه خالص هناك، الناس رحبوا بيا جامد، وهناك الناس موفرين كل حاجه، يعني النادي دوت ان شاء الله هيبقى في خلال يعني الموسم دوت السنه الجايه، لو ما صعدش السنه دي يبقى السنه الجايه ده في الدوري الممتاز بالامكانيات اللي هي موجوده بصراحه. يعني باذن الله في فرق كبير ما بين الفتره قضيتها في الترسانه وسيراميكا. جامد يا كابتن، كفايه الراحه النفسيه بس. مش ماديه والله، هي المشكله كلها الراحه النفسيه، انت بتتعامل ازاي، الناس بتعاملك باحتراف. موجود معنا مدير فني الكابتن سعد فاروق، ده شخصيه محترمه، مدرب كبير قوي، بيعمل شغل خططي جامد، يعني ما شاء الله عامل فرقه محترمه يا كابتن، فرقه مجموعه لعيبه فيها تنافس على الصعود بصراحه. يعني ان شاء الله باذن الله تحقق نتيجه كويسه، وانت لاعب محترم جدا والاسماء المعروفه جدا في الممتاز. ربنا يخليها. جون خليني ارجع لك كده ودردش معاك، النصر اخباره ايه؟ يعني قول لي انت الشهر اللي فات ايه اللي حصل في نادي النصر، وزي ما سبتكم زي ما رجعت لقيتكم متصدرين مجموعه القاهره. هو طبعا الاول عايز اقول لحضرتك كنت بتبعت لنا رسائل جميله جدا من الجابون، كنت بتشوفني في الماتشات وكنت منورين بجد، ومجهود عالي جدا ربنا
يديك الصحه يعني عليها. ونادي النصر والحمد لله احنا بص هو الاول كابتن يعني احنا من النادي هناك كله شغال يا كابتن من اول مدير النادي من اكبر واحد في النادي لاصغر واحد في النادي شغالين كلهم ما بيبخلوش على حاجه للمكان ده لان المكان ده بصراحه مكانته في الممتاز كيان كبير جدا. لكن تخيل يا كابتن ان انت مثلا استقرار فني واستقرار نفسي كل حاجه متوفره لك. فالحمد لله على الصداره احنا بقالنا كام ماتش بس كده تعادلنا الماتش اللي فات الماتش اللي قبليه كنا بنلعب المنتخب كسبنا 1-0 برضو. فبس هي احنا بنتفائل اول الموسم اتغلبنا من الشرطه والحمد لله ما حصل لناش اي هزيمه تاني بعد كده فبنتفائل من اول الدور التاني مع الشرطه. ربنا ما كرمناش ما حلفناش بان احنا نكسب كرمنا بالتعادل عن طريق حازم ممدوح جون كان كويس جدا. فربنا يكرم في اللي جاي وعندنا الماتش الجاي نادي اف سي مصر في ملعبه في نادي اف سي مصر النادي الدور الاول كنتوا كسبانين صح؟ كسبانين 3-1 وربنا يكرم بقى في الماتش الجاي ماتش مهم بنلعب مع ثالث الدوري فرقه كويسه في نادي محترم وان شاء الله نقدر نكسب يعني. الفرق 9 بونت مريحكم شويه بصراحه؟ بص هو الطبيعي انه يريحنا بس احنا كابتن سيد احنا ثقافه المكسب دي عندنا موجوده على طول فمش ما بنبصش لفرق ومع احترامي للفرق ما بنبصش احنا يعني كابتن سيد على طول المكسب ده عندنا رقم واحد. احنا انا عايز اقول لك ان الاسبوع اللي فات عشان اتعادلنا مع شرطه كانت اللعيبه نفسها انا بتكلم على اللعيبه متضايقه جدا كان نفسنا نكسب اللعيبه كلها حاسه انها مقصره ومش لعيبه بس كمان كل الناس لمت بعضها وعرفنا ان التاثير منين. وان شاء الله ماتش مصر ده هيبقى بدايه الدور الثاني زي الدور الاول اللي ما حصل كده. ميدو اخباره ايه؟ انا ببص في جدول الهدافين رحت ل 10 رجعت لقيته 10 برضه. ميدو هو لسه ان شاء الله من غير شر يعني الماتش الجاي المفروض انه يبقى سيكا هو واكل الجو. سيكا لا سيكا الهداف كحد يعني ميدو المفروض ان شاء الله هو نزل الملعب بس تقريبا فاضل اللي هو مع الدكتور محمد مصطفى التاهيل في الملعب ومفروض متهيألي يعني الماتش الجاي هيبقى موجود ان شاء الله ويهدف باذن الله. عمرو برضو طمنا اخبار الشرقيه ايه الفتره اللي فاتت؟ ولا وبصراحه انا الشرقيه الدخان فارق معايا زمان متزايل جدول الترتيب لا ابتدى يخش واحده واحده يخش منطقه المنتصف وده اللي كان متوقع من الشرقيه الدخان مع بدايه الموسم. واضح ان في طفره مع كابتن اشرف. بالظبط زي ما حضرتك قلت احنا الحمد لله 4 يعني من حوالي 8 او 9 اسابيع كنا في بننافس مثلا 18 19 صح. دلوقتي الحمد لله بقينا في المركز الماتش اللي فات كنا في المركز ال 11 النهارده في المركز ال 12 نزلنا مركز تعادلنا مع الاتصالات نزلنا مركز بس النتائج الحمد لله بدانا نجمع في بناط الحمد لله 4 يعني الاداء تحسن على مستوى كويس قوي ان شاء الله باذن الله في طفره يعني في الاداء وطفره في النتائج وان شاء الله باذن الله نواصل طفره النتائج دي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله احنا ننهي في مركز كويس مباني الاربعه الاوائل ان شاء الله باذن الله. باذن الله نسبه التعادلات عندكم كبيره قوي. 10 تعادلات احنا يعني تعادلات كتير عندنا فعلا زي ما حضرتك قلت بس احنا بنحاول يعني الكابتن مثلا بيقول لنا مثلا لو احنا خدنا المباريات التعادل بره ملعبنا وفوز على ملعبنا هنقدر نجمع بنات كويسه نحسن بيها مركزنا. التعادل انتوا عندكم مشكله في ملعبكم المكسب قليل قوي. احنا خسرنا على ملعبنا ماتشين او 3 ماتشات من ضمنهم ماتش طبعا منتخب السويس فريق في بينافس اي نعم الزرقاء كان مفاجاه نخسر على ملعبنا 4-1 بس ده ماتش له ظروفه يعني بس ان شاء الله باذن الله يعني الفتره الجايه احنا نكون اداء احسن ان شاء الله ونتائج احسن ان شاء الله باذن الله. ماتشكم الجاي صعب الدخان شرقية الدخان مع المريخ. عندنا ماتش الجاي المريخ كانوا كسبوكم الدور الاولاني ده ماتش طار من الدور الاولاني يعني المريخ كسبنا على ملعبه 2-1 احنا هنستضيفه ان شاء الله على ملعبنا ان شاء الله بس احنا ان شاء الله باذن الله حازمين على الفوز ان شاء الله باذن الله احنا نكسب عشان نحسن المكانه في الجدول ان شاء الله وعشان بعد كده طالعين للنصر ماتش صعب تمام. جدا اول الدوري فاحنا بنحاول ناخد الماتش اللي على ملعبنا نستفيد بيه كبناط وكاداء ان شاء الله باذن الله. حمدي برضو طمنا اخبار سيراميكا ايه وانتوا كنتوا باي الاسبوع اللي فات وبصراحه سيراميكا لا يعني على ما اعتقد مركزه تقدم من قبل ما سافر لا كان النتائج كانت تتراجع وترتيبه كان تراجع بس لا 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 لقيته شدد حيله اهو 28 نقطه في المركز الخامس. والله احنا بنقول الحمد لله ومعانا الكابتن سعد فاروق راجل محترم خالص هي ما كانتش ماشيه معاه الفتره اللي فاتت
ربنا كرمنا كسبنا 3 ماتشات ورا بعض دول عدونا، كسبنا القناه، كسبنا جمهوريه شبين، وده فرق معانا. احنا تعادلنا، كنا تعادل لعبنا الدخان وتعادلنا معاها. احنا عاملين كابتن سعد عامل سيستم في النادي، حاطط سيستم كده اللي هو فيه طموح عنده. الراجل ده شخصيه محترمه خالص يا كابتن، بعيد عن اي حاجه خالص والله. شخصيه نفسه يعمل كل حاجه، ومعاه مستر معتز البطاوي دوت، ده القلب الطيب يا كابتن، مش ممكن ما شاء الله يعني. فهم الناس ديت نفسها تعمل حاجه السنه دي في النادي. فانا متوقع ان شاء الله احنا ربنا يكرمنا. كابتن سعد ماشي بخطه ثابته، وعندنا ماتش دومات الماتش الجاي يوم الاحد ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. وبعد كده الماتشات اللي جايه يعني ان شاء الله المكسب بيجيب مكسب، يعني احنا كسبنا 3 ماتشات ورا بعض، فاكيد ان شاء الله ماتش دومات الجاي ده على ملعبنا فان شاء الله هنكسبه، فهيفرق معانا جامد يعني ان شاء الله. شايف الباي ده هياثر عليكم؟ يعني انا لما كنت في الدور الاول او قبل ما اسافر كان لا في فرق لما بتقعد باي بتاثر على النتائج بتاعتها. لا يا كابتن احنا الحمد لله احنا في مركز كويس برضو، يعني احنا الخامس 28 بونت، الرابع 31، بس وراكم كوكاكولا على طول. 33. ف يعني هي كلها كابتن ماتشين، انت ممكن تبقى تالت ماتشين، يعني تكسب 6 بونت ورا بعض هتبقى تاني او تالت. لما جيت ومضيت معاهم قالوا لك ايه؟ قالوا لك احنا بننافس ولا احنا عايزين نصعد؟ عشان الموضوع ده مهم جدا في بدايه التعاقد او التعارف مع النادي. بص يا كابتن انا الحمد لله يعني انا متعود، انا الحمد لله ربنا كرمني مصعد 4 فرق، 2 من ثانيه لثالثه، مصعد مستقبل اسماعيليه والمريخ البورسعيدي، وكنت هداف المريخ 2 سنين ورا بعض، اول سنه 19 جون، ثاني سنه 18 جون، ورحت تليفونات بني سويف قعدت 2 سنين صعدت معاهم دوري ممتاز، وبعد كده رحت الاتصالات المصريه للاتصالات قعدت 3 سنين، وبعد كده كابتن رضا عبعال خدني انتاج الحربي. الحمد لله يعني الدنيا مشيتش مع كابتن رضا، جه كابتن اسامه نبيل قعد معانا 2 شهر، بعد كده مشي، جه كابتن مؤمن سليمان، فربنا كرمنا الحمد لله. انا متعود على الطموح، بلعب بحب العب على في فرقه بتنافس، انا عندي طموح ان انا عايز اصعد، عايز اعمل حاجه لنفسي، عايز اعمل حاجه للفرقه بتاعتي، فانا متعود على كده. فاكيد طبعا نادي سيراميكا عنده طموح وانا نفس الطموح برضو، انا نفسي ربنا يكرمني وابقى اضافه ليهم كويس ان شاء الله باذن الله. باذن الله ربنا يشفيني من الاصابه بس ان شاء الله، ويبعد عنكم الاصابات كلكم باذن الله. خلونا نشوف تقرير عن الاسبوع ال20 وايه اللي حصل في الاسبوع ال20، ونرجع ونكمل مع ضيوف الكرام، وهاخد رايهم طبعا كل واحد شايف فرقته ايه، وهاخد برضو ترشيحاتهم هم متوقعين مين اللي يصعد من مجموعه القاهره في ظل النتائج والمعطيات. لسه الفروقات ما بقتش كبيره جدا، ولكن اكيد عشان ما ازنقهمش هخلي كل واحد يرشح لي 3 فرق كده وهم شايفين الفرقه دي هي ممكن تخطف بطاقه الصعود. لكن خلونا نشوف تقرير عن الاسبوع ال20. فتحت الجولة ال20 لمسابقة دوري القسم الثاني بالمجموعة الثالثة باب الأمل من جديد أمام الفرق المنافسة للنصر المتصدر، بعدما منعوا كمين الشرطة من الانفراد بالقمة بعيدا وأوقف انتصاراته في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليتوقف فارق النقاط بين النصر ومنتخب السويس الوصيف عند 8 نقاط، حيث رفع النصر رصيده على القمة إلى 46 نقطة، بينما يأتي اتحاد الشرطة في المركز 13 ب21 نقطة. وعاشت جماهير السويس كابوسا صعبا حينما سقط الفريق في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كوكاكولا، وتنفس السويس الصعداء بعدما رفض النصر هدية كوكاكولا وخسر 2 نقطة ليبقى الوضع على ما هو عليه على قمة المجموعة. منتخب السويس ارتفع رصيده ل37 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد كوكاكولا ل28 نقطة في المركز السادس. وفي الصراع على المركزين الثالث والرابع نجح المريخ في حصد 3 نقاط غالية بتغلبه على ضيفه نادي مصر بهدف دون رد، ليحافظ المريخ على المركز الرابع ويزاحم نادي مصر على المركز الثالث بنفس الرصيد 31 نقطة. وفي صراع المنتصف شهد ملعب البنك الأهلي سقوط جمهورية شبين بثلاثية نظيفة على يد أبناء أحمد شعبان الذي نجح في إنهاء صحوة أبناء ياسر رضوان، وصعد البنك للمركز السابع وفي رصيده 27 نقطة، بينما تراجع أبناء المنوفية للمركز التاسع ب25 نقطة. وبعد سلسلة من الإخفاقات استمرت على مدار 3 أسابيع
فقط خلالها السكة الحديد 11 نقطة. نجح أبناء خالد بيبو في قطع كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد، ورفع السكة رصيده ل 26 نقطة في المركز الثامن. وحقق نجوم المستقبل بقيادة مجدي طلبة الفوز الثاني له على التوالي بتغلبه خارج ملعبه على الشهداء بهدفين لهدف، ويحتل النجوم المستقبل المركز الحادي عشر وفي رصيده 23 نقطة، بينما يقبع الشهداء في المركز الأخير بتسع نقاط. وفي ملعب الراحل حسن الشاذلي اقترب فريق الزرقاء من تحقيق مفاجأة بالفوز على الترسانة بهدفين، ولكن الشواتيش نجحوا في اقتناص نقطة التعادل في الدقائق الأخيرة بقيادة فنية هي الأولى ليحيى السيد المدير الفني الجديد الذي بدأ رحلة إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثالث، ورفع الشواتيش رصدهم ل 18 نقطة في المركز السابع عشر، بينما يأتي الزرقاء في المركز الرابع عشر بعشرين نقطة. وسقط المصرية للاتصالات والشرقية للدخان في فخ التعادل السلبي في المباراة التي جمعتهم، وتراجع الاتصالات للمركز العاشر وفي رصيده 24 نقطة، ويأتي الدخان في المركز الثاني عشر ب 22 نقطة. وفي صراع الهبوط حقق دمياط فوزا مهما على القناة بهدف وحيد ليقترب دمياط من الهروب من شبح الهبوط بالصعود للمركز السادس عشر ب 18 نقطة، بينما تراجع القناة للمركز قبل الأخير وفي رصيده 17 نقطة. ورحل أحمد سعيد عن قيادة الفريق بعد تدهور النتائج. شفنا مع حضراتكم طبعا تقرير مفصل عن نتائج الأسبوع العشرين. خلوني أخد رأي طبعا ضيوف الكرام في النتائج. جون، بعيدا عن مباراة النصر ونتيجة مباراة النصر، شايف النتائج بتاعت الأسبوع العشرين نتائج طبيعية ولا في مفاجآت؟ هو كابتن طبعا في مفاجآت من ماتش الترسانة والزرقة طبعا، وان الزرقة متقدم وفي ملعبه. بس الزرقة ماشي كويس مع كابتن ماهر عبد الحليم، فرقة كويسة، والترسانة بس هو الترسانة دروب ليها كده صغير وهترجع تاني ما تعرفش، عشان الدوري قوي على فكرة يا كابتن، فصعب تحدد الناس اللي هتهبط وكده. بس هي كله والمريخ ونادي مصر كان ماتش برضو، فوز المريخ ماتش هيبقى ماتش جامد، وبس النتائج طبيعيه كلها عادي يعني. طيب عمرو برضو اخد رايك، اخد وجهه نظرك في النتائج، شايفها ازاي؟ والله النتائج كان في مفاجات طبعا الاسبوع ده. السويس بيخسر بونتين قدام كوكاكولا في الصراع على الصعود. ايضا برضو دي مفاجاه للسويس ولا كوكاكولا؟ لا، مفاجاه لكوكاكولا، لان السويس بينافس على الصعود، كوكاكولا لسه صاعد. كوكاكولا لسه صاعد. وفي نفس الوقت برضو النصر بيفقد برضو بونتين في الصداره، يعني برضو النصر كان لو قدر يكسب الشرطه وياخد 3 بونت. النصر كان خسران، انا عرفت ان هو كان خسران 1-0، ولو كان قدر يكسب الشرطه كان ممكن يبعد اكتر عن السويس. ودمياط بيكسب القناه 1-0 في المركز ال 16 والقناه في المركز قبل الاخير. طبعا المريخ برضو بيتساوى في النقاط مع نادي مصر 31-31 بمكسبه ليه. والشهداء بيخسر من نجوم المستقبل والبنك الاهلي على ملعبه طبعا 3-0. انا شايف النتيجه بقى اللي هي المفاجاه الزرقاء والترسانه 2-2، خاصه ان الفريقين في قاع الجدول في الهبوط. كابتن حمدي برضو عايز اخد رايك، وبصراحه نتيجه البنك الاهلي شداني مع جمهوريه شبين، يعني كابتن ياسر رضوان والمجموعه اللي معاه من ساعه ما مسكهم عاملين نتائج كويسه جدا، والبنك الاهلي ما بيعرفش يكسب على ملعبه، دي ازمه. بس 3-0 على جمهوريه شبين، انا بالنسبه لي دي مفاجاه. لا، هو البنك بيعرف يكسب على ملعبه، يعني انا لعبتهم يعني السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت السنه دي ما لا، بس فرقه يعني بتعرف تكسب، هم فيها مجموعه لعيبه كويسه برضو. بس يعني هي التوفيق برضو ما كان محلفهم الماتش ده، اللي انا ما كنتش متوقعه ماتش الترسانه والزرقاء. انتوا اجمعتوا يعني؟ ده اللي انا كان نفسي الترسانه تكسب بصراحه عشان تطلع من الكبوه اللي هي فيها ديت، عشان لعبت في النادي دوت ونادي كبير وليه اسمه وتاريخه يعني. فاتمنى ان هم يطلعوا ان شاء الله باذن الله في اسرع وقت يعني. تقول ايه للترسانه والقناه واسمين كبار جدا وفي المراكز الاخيره؟ والله انا برضو زعلان على القناه، لان انا ابن اسماعيليه ومتربي يعني في القناه وكده وعارف الدنيا هناك. انا مش وضع القناه ده بصراحه ولا وضع الترسانه. يعني انا بتمنى ان شاء الله ربنا يكرمهم، اللعيبه اللي معاهم لعيبه كويسه، وبس هي عايزه بس شويه توفيق وشويه جهد وتعب من اللعيبه شويه، اللي هم يتكتفوا والناس تلم الدنيا في النادي ويطلعوا من الكبوه اللي هم فيها دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. جون برضو عايز اسالك على دكتور عمرو عبد الحق، اخباره ايه؟ انا برضو كان في اتصال بيني وبينه، بس الكلام ده حوالي من شهر تقريبا. دكتور بصراحه معايا انا شخصيا
هو والكابتن سيد كلموني كتير بعد الإصابة، والدكتور كلمني شوف يا جون انت اللي انت عايزه كله احنا تحت امرك، لو الدكتور اختار الدكتور اللي انت عايزه احنا في ظهرك كده. هو كان تعبان شويه ساعتها في التوقيت اللي انا اللي انا كنت مصاب فيه، وده بالنسبه للدكتور عمرو. الكابتن سيد بصراحه والجهاز الموجودين، بس الكابتن سيد يعني كلمني قال لي اللي انت عايزه برضو. كان الاول في شك ان هو غضروف، وكنت انا مفضل ان انا يعني لو كان طلع غضروف كنت بتكلم مع الدكتور رفعت هتعمل عمليه، كنت هقوي واكمل الموسم عشان كنت اقدر اعمل حاجه يعني صح. ابقى موجود، بس الحمد لله الاصابه طلعت اكبر من كده، فانا بشكر ربنا. كابتن سيد كلمني قال لي تأهيل اللي انت عايزه، بس خليك موجود معانا واحنا في ظهرك ومش هنسيبك، وبصراحه انا بشكره جدا. طبعا عمرو برضو عايز اخد رايك، ماتشات الاسبوع اللي جاي مواجهات ضرب نار، يعني كل الفرق خلاص صعب انها تفرط في النقط بتاعتها او البنات بتاعتها، يعني عندنا منتخب السويس والسكه في السويس، شايف الماتش ازاي؟ انا شايف الماتش طبعا السويس على ملعبه بيبقى شرس جدا، خاصه ان هو بينافس على الصعود. السكه اي نعم هو طلع خارج من مكسب الماتش اللي فات على كهرباء الاسماعيليه، بس طبعا السويس طموحاته اكبر لان السويس بينافس على الصعود، فنتوقع بفوز السويس. كابتن عبد الناصر محمد برده مش ماشيه معايا، ثلاث ماتشات فوز وتعادل وهزيمه. يعني هو لازم يلم بنط في الوقت ده، الدور الثاني ماتشات كاس يعني مفيش تعويض، فلازم يكسب او ماتش على ملعبه صح. عشان يقدر يكمل على المنافسه. صح كابتن حمدي، جمهوريه شبين والاتصالات وشبين رخمه على ملعبها، والاتصالات كابتن تامر عبد الحميد برضو فرقه محترمه ودفاعيا مش وحشه يعني. والله انا متوقع ماتش جمهوريه شبين هو هيبقى ماتش صعب، لان المصريه الاتصالات فيها معظم اللعيبه صغار السن، وفي الامكانيات قليله في المصريه الاتصالات برضو، ما فيش امكانيات وكده، فمتوقع ممكن جمهوريه شبين على ملعبها فرقه شرسه يعني. انا لعبتهم هناك وفرقه كويسه وفيها لعيبه كويسه، فانا متوقع ان شبين هتكسب. شبين تكسب. طيب خليني برضو الماتش اللي جاي معاك كهرباء الاسماعيليه والترسانه، انت الاثنين حبايبه، شايف الماتش ازاي؟ والله انا اتمنى يعني التوفيق للفريقين، بس نفسك الترسانه يطلع من الكبوه اللي هو فيها ان شاء الله يعني باذن الله. الكهرباء برضو رخم على ملعبه، هي فرقه كويسه بصراحه. هم لعبونا الدور الاولين عندنا، كنا كسبين 1-0 وتعادلوا معانا 1-1. ففرقه كويسه وفيها لعيبه كويسه برضو، بس انا عشان برضو نفسي الترسانه تطلع من الكبوه اللي هي فيها، ما ينفعش الترسانه بوضعها دوت وباسمها. انا نفسي الناس في النادي ما يبصوش للمصالح الشخصيه بس، يبصوا للمصلحه العامه والتاريخ. ده كيان كبير يعني صح. فما ينفعش، لازم ربنا يكرمهم ان شاء الله، وبالتوفيق لنادي الترسانه ان شاء الله. جون نجوم المستقبل والبنك الاهلي، هو في ملعب مين؟ انا مش عندي في نجوم، في الترسانه. نجوم الترسانة. المستقبل فرقه المستقبل، فرقه كويسه، فرقه لعيبه صغيره برضو، والبنك فرقه خبرات، البنك يعني فيها خبرات كتيره، كابتن طارق وطني وكابتن عمرو صبحي وفريد ومحمود اوراني، فناس عارفه تعرف تلعب في الدوري ده. الدوري ده محتاج ناس معينه، فانا شايف ان الماتش هيبقى ماتش قوي وماتش جميل، والبنك ممكن يكسب. البنك ممكن يكسب. هو مشكله نجوم المستقبل الدفاع، الدفاع بتاعهم بيهاجموا يعني، عارف بيهاجموا بكل الخطوط، والدفاع فرقه النجوم المستقبل اللي عندها الهجوم يعني في التكتيك الهجومي. انا فاكر ماتشكم معاهم كان 4-3، كان 4-3. نسبه تهديف عاليه جدا، ما احنا وهم ما كناش بنفكر ان احنا نقفل ازاي، على قد ما ان احنا نجيب الاول صح، وكل احنا الاثنين كنا بنلعب من بنهاجم من قدام، فكر نادي نجوم المستقبل نفسه او خطه لعبه وهي تعتمد على الهجوم اكتر من انها ان انت تامن دفاعاتك وكده، فده اللي مأثر عليهم كمان الدور الاولاني. عمرو برضو الشرطه وكوكاكولا، ده اللقاء ده في منتصف الجدول يعني، اللقاء فرقتين في منتصف الجدول، الشرطه وكوكاكولا السادس والشرطه 13، يعني ما بين السادس وال13 يعني ما بين منتصف الجدول يعني، فانا اللقاء ده مش يعني خالي من التوقعات طبعا. الشرطه كوكاكولا على ملعبه، كوكاكولا على ملعبه، لا المباراه على ملعب الشرطه، المباراه على ملعب الشرطه.
الشرطه نتائجه الفتره اللي فاتت دي مش كويسه، غيروا اجهزه فنيه كتير، انما كوكاكولا فايق جدا من بعد، وكان عنده ضرب شويه في اول 4-5 ماتشات، صح، انما بعد كده قدر يفوق، قدر يخش في منطقه دافيه في الجدول مركز سادس. فانا اتوقع كوكاكولا ماتش كوكاكولا. انتوا حكايتكم تتوقع الفرقه اللي بتلعب بره ملعبها ليه كده انت وجون؟ طيب بما اننا بنتكلم عن الشرطه، احنا معانا مباراه للشرطه والنصر واللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وكان متقدم فيها الشرطه حتى الثواني الاخيره، والنصر اهو بنشوف الاهداف مع حضراتكم، ده طبعا هدف الشرطه الاولاني. هم فضلوا متقدمين لغايه امتى جون؟ احنا جبنا الجون في الدقيقه، الحكم رفع 6 دقائق، جبنا اول 3 اول دقيقه 93 ولا 91، حاجه زي كده 91. يعني النصر ادي هدف النصر اهو، هدف حازم ممدوح، حازم ممدوح حاططها بشكل جدا اكتر من رائع، صعبه يعني فوق ده خامس جول ليه، حازم جول ليه السنه دي، كور ثابته وحازم اسيست، احنا مسمينه مستر اسيست في النادي. لا انا انت اللي بالنسبه لي مستر اسيست، انت كنت ممول لميدو. طيب احنا بنشوف الاهداف مع حضراتكم اللي انتهت بالتعادل، واحد ده جول جون بيقول الجول ده اوفسايد عشان هو كان قاعد في المدرجات فكشف الزاويه اكتر، ولكن هي دي كره القدم، يعني اخطاء التحكيم، واخطاء التحكيم دي ورده وبتدي حلاوه في المباريات، وشفنا برده اخطاء تحكيم في بطوله امم افريقيا، يعني عادي كله بيعدي. خلونا نشوف لقاءات ما بعد المباراه ونشوف اراء اللعيبه والاجهزه الفنيه في نتيجه المباراه واللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، ونرجع ونكمل مع كابتن حمدي ونشوف رايه ايه في مباراه الاسبوع 21 قبل ما نخش واخد رايهم برده، واعرض تعليقات حضراتكم بخصوص مباراه اليوم، مباراه السوبر واللي هتجمع ما بين الاهلي والزمالك. ادي عمر كمان، ادي عمر جول، هوب حازم، هوب على طول يا ولد، حازم جول، انت لو بصيت للمباراه كلها من اولها احنا رحنا بالطريقه ديت باربع خمس تجوان في اكتر من 3-4 انفرادات، يعني الطريقه اللي تناسب فرقه النصر في ملعب النصر على ما اعتقد هي دي اللي كانت اللي المفروض العب بيها في الوقت دوت او في الظروف ديت او في التوقيت اللي انا مسكت فيه. انا لو بلعب دفاع بس من غير ما بلعب على تركه صغيره او على حاجه صغيره ما كنتش اروح واحده واثنين، ده في كوره بتاعت باتريك هنا دي جول ملهاش حل، واحده هنا برده نفس، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الطريقه اللي لعبت بيها دي مش طريقه دفاعيه تماما، لا انا برده كنت بمسك، لكن للاسف عندي بعض اللعيبه مش قادرين يستوعبوا الطريقه اللي ممكن تشتغل بيها، علشان تشتغل في الكلام دوت انت محتاج لك شهرين ثلاثة او أربعة، اذا كان لعيب دوري ممتاز بتقعد لها سنه عشان تحفظ طريقه او تنفذ جمله. انا بشكر اللعيبه، عملت التايم الثاني بالذات تايم كويس، يعني هقول بدلك ماتش طبعا كان صعب من بدايته، ادائنا ما كانش كويس الشوط الاولاني، كابتن سيد عمل تغييرات تحسن الاداء، لكن العجيب في الامر التحكيم بجد، يعني احنا فرقه اول دوري بيجي لنا حكام احنا ما اعرفش، يعني مش على مستوى المباريات ومش على مستوى الفريق اللي بيلعب على البطوله. الجون اللي دخل فينا بدايه اللعبه فاول لخالد رضا، ونهايه اللعبه اوف سايد ب 2 متر 3 متر لنا ضربه جزاء ما اتحسبتش، طول الماتش الحكم اللي بيضيع الوقت، يعني انا اول مره اشوف في حياتي حكم بيضيع وقت. الحكم سيء جدا، مش على مستوى المباراه، للاسف الامور لو استمرت بالشكل ده وهيبعتوا لنا بنفس الحكام بنفس الاداء الامور هتبقى صعبه جدا، ومفيش حد هيقدر يسيطر عليها، لان انت راجل، انا بلعب على المركز اول بلعب على بطوله، تجيب لي حكم على قد البطل، تجيب لي حكم على قد قيمه نادي النصر، تجيب لي حكم على قد قيمه الفرقه اللي بتلعب على البطوله، انما اجي النهارده يدخل فيها جون اوف سايد ب 3 متر وليه بلم ما تتحسبش، انت جاي بتفقدني بنطين في توقيت منافسه، لا مش هينفع كده، لازم اتحاد الكوره ولازم لجنه الحكام تراعي الفرق اللي بتنافس على المقدمه والفرق اللي بتنافس على الهبوط. في الاول بنحمد ربنا، انا النتيجه دي ما عند ربنا، كل واحد بيجي داخل الماتش، انا بيطلع 3 بونت، احنا من اول دقيقه واحنا كنا يعني نازلين الماتش النهارده عايزين نوسع الفارق بعد التعادل امبارح، والله احنا اللعبه حاولت، وطبعا اللعبه احنا في جهاد كل يوم كل ثلاث ايام ماتش، واللعبه مضغوطه وطبعا محطوطه تحت ضغط المنافسه، فالحمد لله احنا حولنا على قد ما قدرنا، ودي كوره الحمد لله احنا تعادلنا الحمد لله.
لسه مكملين مع حضراتكم. واضح كده ان الجهاز الفني واللعيبه في نادي النصر زي ما قال جون كانوا متضايقين جدا من هدف اتحاد الشرطه، وهم مقتنعين تماما ان الهدف كان من تسلل، وتسلل صريح وواضح، وحكم الرايه ما حسبش التسلل، ولكن قدر الله ما شاء فعل عرفوا يجيبوا هدف التعادل. وده ده جول، ده الهدف هدف النصر اللي اتلغى ده جون. لا ده ده اللي اتلغى. طب هو اتلغى ليه يا جون؟ تقريبا حاسب من بره ال هنشوف هو حصل حسبها هاند بول. انت مش عارف يا كابتن فين يعني لغايه دلوقتي ما حسبش اي حاجه، هو ماشي الحكم عادي يعني. حتى لو حسبها هيحسبها ايه؟ لمسه يد على الفرقه على فرقه الشرطه، ولا لمسه يد عليه هو علينا احنا؟ انها لما خبطت في الارض خبطت ايده. ممكن يعني ده الهدف الملغي لنادي النصر، والمباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. واضح ان هم مضايقين جدا طبعا ان فرقه بتنافس على الصداره. ده جول الشرطه ده بس صعب قوي الزاويه بكتير قوي يا كابتن. لا باين يا كابتن فاهم. للصدفه انا كنت قاعد في ظهر الحكم بس اقول لك حاجه، هم ما كانش يعني هو كان عدى تخطى نص الملعب. يا كابتن كان تخطى نص الملعب. بص على الاخر احمر، اخر واحد احمر لينا. دي فوت فاول، دي فاول لينا اصلا. دي ما حسبهاش اول اللعبه. عمل كره طويله. بص على اللاعب كان عدى نص الملعب خلاص. اخر احمر بقى لينا يعني كان في فارق كبير. فارق 3 متر 4 متر فعلا. يعني دي اخطاء وارده، وكابتن عصام فتاح هو رئيس لجنه الحكام دلوقتي، نتمنى ان هو ياخد بعين الاعتبار كل الفرق، ولكن في فرق اللي هي بتنافس بقى على الصعود بيبقى الماتشات دي حساسه بعض شيء يا كابتن عصام، فنامل ان يبقى في حكام على قدر المسؤوليه يقدروا يستحملوا ضغط وصعوبه المباريات وحساسيه المباريات. نرجع لكابتن حمدي. وكابتن حمدي، مباراه القناه والشهداء، والقناه انت اتكلمت عليه وموقف صعب وجهاز فني جديد على ملعب القناه ولا على ملعب القناه ومعاهم كابتن احمد العجوز. والله هو الشهداء برضو فرقة كويسة، بس هي ترتيب 19 آخر الجدول 9 بونت والقناة 17 بونت، فأكيد طبعا في دماء جديدة اتغيرت في نادي القناة بقيادة كابتن أحمد عجوز، وكابتن أحمد سعيد برضو كان مدرب محترم، هو صعد النادي قبل كده الدوري الممتاز. هما جابوه عشان يحاول يساعدهم بس هي الظروف برضو مساعدتوش، هو برضو ما كانش جايب لعيبة وبتاع وكده يعني، فالحظ ما حلفوش يعني، فأكيد طبعا القناة هتكسب. انا متوقع القناه تكسب ان شاء الله، مع ان دمياط برضو معاهم كابتن مصطفى مرعي دلوقتي يعني ماشي كويس فايق معاهم شويه. بس ان شاء الله احنا نكسبهم على ملعبنا ان شاء الله، سيراميكا ان شاء الله. عمرو الدخان والمريخ وبرضو ضرب نار ده يعني، وزي ما انت قلت احنا عايزين نرد الهزيمه في الدور الاول. طبعا زي ما حضرتك قلت ماتش ضرب نار فعلا، احنا محتاجين الماتش ده جدا على ملعبنا، لانه ماتش على ملعبنا. ماتش احنا تعادلنا اخر مباراتين لينا متعادلين مع الاتصالات، والماتش اللي قبله كان لا ما تسالنيش عشان انا مش بص ما تحرجنيش على الهوا. انا عارف اخر ماتش بس الماتش الاخير كان مع البنك والاتصالات. تعادلنا ماتشين ورا بعض، فاحنا ده ماتش على ملعبنا عايزين نكسب ان شاء الله باذن الله. هنكسب ده مباراه ان شاء الله، مباراه رد اعتبار لينا من الدور الاول. ان شاء الله باذن الله هنكسب يعني، اتوقع ان شاء الله الدخان ان شاء الله. المريخ فرقه يعني بتنافس. هي فرقت شويه دلوقتي عن النصر والمركز الثاني، بس برضه فرقه بتنافس. بس احنا فايقين يعني، فايقين الفتره دي يعني، حتى لو كان في تعادلات او بس احنا بنجمع بنقط يعني، بدنا نجمع بنقط. نعم المريخ اخر ماتش ليه كسبان صح. بس احنا برضو ان شاء الله ده ماتش على ملعبنا، واحنا بقول لك زي ما قلت حضرتك احنا خارجين بعد كده للنصر، ماتش صعب جدا، فلازم ناخد الماتش على ملعبنا ده عشان تعرفوش نتيجه عشان خاطر ما اعرفش ماتش النصر ده يحصل ايه. فانت عايزين تضمنوا، احنا عايزين نضمن ماتش على ملعبنا ده ان شاء الله ان احنا نكسب، وعشان نعدي يعني لو كسبنا الماتش ده ممكن نعدي حوالي 3 أو 4 مراكز يعني. صح. طيب جون مصر، والنصر مصر فرقه محترمه معاهم كابتن ممدوح على ما اعتقد، ممدوح عبد الحي هو المدير الفني. حصل بعض التغييرات في الاداره الفنيه، ولكن فرقه محترمه، فرقه بتلعب على استاد القاهره. وانتوا برضو فرقه بتحب الملاعب الحلوه بتعرفوا تلعبوا عليها. احنا هنلعب على ملعب مولين فرع. مولين دلوقتي مفيش والله يا كابتن. بص هو احنا طالعين من تعادل ونادي مصر طالع من خساره، فدي ممكن تفرق شويه معانا. انا قلت لهم امبارح احنا كنا في اجتماعات وكده، قلت لهم الفرقه اللي بتنافس او اللي عايزه تصعد هي اللي بتلم نفسها على طول بعد تعادل او صح. او خساره. انا شايف اللعيبه مركزه، الكابتن سيد قفل عليهم كويس جدا، عامل مركزين في التمرين
كل حاجة محتاجينها بنعملها من ريفريش للعيبة بعد الماتش عشان الإجادات. وبرضو يا كابتن احنا عندنا لعيبة استشفاءات احنا عندنا برغم الإصابات وكده في لعيبة ما طلعتش من الملعب يعني إجهاد كبير جدا من فترة الإعداد فده مريحوش يعني. والدوري مضغوط دوري قوي كل 3 أيام بتلعب ماتش فدي حاجة جامدة على اللعيبة. فإن شاء الله أنا شايف إن الماتش هيبقى ماتش قوي وان شاء الله هيخلص لصالحنا ان شاء الله. ربيع شال الماسك ولا لسه؟ شاله تمام. شال الماسك كان مضايقه الماسك. ان شاء الله باذن الله تبقى مباراه ممتعه وقويه. اخر مباراه معانا سيراميكا ودمياط. طبعا انا ان شاء الله وانتم مريحين فالمفروض اجهز يعني. ان شاء الله بس برضو ده ما يدلش يعني دمياط هي فرقه جايه كسبانه فاكيد برضو جايه مش هيبقى ماتش سهل يعني. اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونادي سيراميكا يكسب لان احنا معانا مجموعه لعيبه محترمه معظمهم صغار في السن لعيبه كويسه عندنا شادي حسين وعندنا مصطفى مهنا وفي مصطفى صابر في يعني مش عايز انسى حد اللعيبه كلها بصراحه لعيبه كبيره ولعيبه محترمه. فان شاء الله احنا في هدف كابتن سعد بيلعب عليه ومستر معتز ده هدفنا اللي احنا عايزين ربنا يكرمنا بناخد كل ماتش بماتش يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ماتش دمياط وناخد الثلاثة بونت إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. خلينا نروح لصفحتنا على الفيسبوك ونشوف تعليقات حضراتكم بخصوص مباراة اليوم مباراة السوبر ما بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك ونكمل برضو بعض التعليقات وأخذ تعليقات اللعيبة الجامدة اللي معايا النهاردة. حسن أبو الهدى بيقول إزيك يا كابتن فايز أنت شخص الله يكرمك وإن شاء الله الزمالك هيكسب النهاردة 3-1 دي أكبر نتيجة لغاية دلوقتي أشوفها لمشجع زملكاوي. ابراهيم السيد الزمالك هيفوز لو كان اللعيبه بعيد عن اجواء الازمات اللي بتختلقها اداره النادي مع اللعيبه قبل كل مباراه مهمه. انت قصدك لا هيسافروا لا مش هيسافروا الماتش السوبر هيتلعب المباراه السوبر مش هيتلعب ولكن لا اللعيبه سافرت بقى لها 3 4 ايام فان شاء الله يكونوا دخلوا في التركيز ويؤدوا مباراه قويه النهارده. طاهر الشلبي بيقول انا من محافظه انا ان شاء الله الاهلي يفوز 0-2 اجاي ومؤمن زكريا. عمار الونش بيتمنى فوز الزمالك وبيتمنى المباراة تطلع بشكل وأداء على أعلى مستوى. أبو الشيخ إن شاء الله النادي الأهلي اليوم يفوز على الزمالك بهدفين عبدالله السعيد ووليد سليمان. مصطفى حسن بيقول إن شاء الله فوز الأهلي يا رب الأهلي كأس السوبر يكون أهلاوي. حازم إن شاء الله الأهلي يفوز 3-0. لسه مكملين تعليقات حضراتكم. سمير محمد ابو عياد من محافظه سوهاج مركز جهينه وان شاء الله الاهلي يفوز 2-0. عبد الله السعيد واجاي محمد ابراهيم الفوز الزمالك ان شاء الله. عبد الرازق العوامي سواء الاهلي يفوز او الزمالك يخسر مش مشكله اهم حاجه الروح الرياضيه سواء الاهلي يفوز او الزمالك يخسر يعني انت واضح انك اهلاوي يعني بس انت بتجيبها بشكل تاني ماشي. خالد صلاح بيقول والله اتمنى الماتش يبقى كويس ويليق لكره القدم والافضل هو الفائز. عايز اقول لحضراتكم المباراه النهارده هتلعب في استاد محمد بن زايد اكتر من 16 كاميرا اتش دي للمباراه حكم او حكام مباراه من التشيك صوره عاليه تصوير على اعلى مستوى استاد ممتلئ على اخره ان شاء الله الجماهير المصريه النهارده تكون مليانه في الاستاد وتشجع بشكل حضاري سامع فيه دخلات هتبقى اكتر من رائعه وشايفين طيب عمرو نص الملعب لا خلي عمرو بقى يكمل نص الملعب. حسام عاشور وحسام غالي متفقين عليهم بالتاكيد طبعا يعني الاثنين قيمه كبيره جدا في نص الملعب. حسام غالي وحسام عاشور خبرات لعيبه من زمان في الاهلي حافظين نص الملعب طبعا هيفرقوا جدا النهارده مع النادي الاهلي طبعا ربنا يكرم ان شاء الله طب مين جنبهم او مين تحتهم ندفد ولا احمد فتحي يخش معاهم يعني مين الثالث بتاعهم؟ انا الثالث بتاعهم طبعا انا بتمنى احمد فتحي يعني محمد هاني طبعا استغله في جبل يمين يعني لعب كويس وصغير وعنده حماس كده واحمد فتحي برضه في نص الملعب برضه نستغله بيكون كويس ان شاء الله تمام. حمدي برضه هسبت لك الحته اللي قدام دي وليد ومؤمن متفقين عليهم ولا وليد وعبد الله ولا مؤمن وعبد الله؟ لا ما اكيد ممكن انا حاسس ان هو ممكن يريح عبد الله حاسس كده مش عارف بس برضه مؤمن وليد برضه لعيبه كويسه ولعيبه كبيره طبعا ومش عارف هو هيلاعب مين قدام اجاي ولا بصوا عنده اجاي وكلوبالي وعمرو جمال ممكن يلعب كلوبالي يبقى المفاجاه بتاعت النهارده ممكن شايفه فروت جامد يعني. طيب جون برضه عشان محدش يزعل مننا الزمالك
ما خليها تخليني في الحته الهجوميه بقى. طيب ابتدي انت الحته الهجوميه. انا شايف انا ما اعرفش التشكيله بس شايف ان باسم يبدا. لو الكابتن كابتن باسم ما هو فيش حد في عنده باسم عنده باولو كابتن احمد جعفر وكابتن باولو الحته الفراوده دي ممكن باسم هو برضو اللي بس باين في مشاكل موجوده هو في المعسكر اصلا لا موجود ممكن باسم ومن تحته كابتن ايمن حفنه هيفرق جامد جدا مع الفرقه واستلي طبعا بالسرعات دي اي سرعات تفرق مع اي مدرب في خطه لعب او طريقته الهجوميه طبعا فهيبقى ممكن رفعت واستلي والكابتن ايمن حفني انا شايف ان الثلاثه دول وقدامهم باسم او حسام يعني يلعب مثلا باسم وتحتيه اثنين ثلاثه استلي والكابتن ايمن حفني استلي على طرف من الاطراف والكابتن ايمن حفني في النص واحمد رفعت على الشمال محمد ابراهيم ما مش عارف هو موجود ولا كابتن محمد لا كابتن موجود وكابتن محمد حلمي بيحبه ممكن طيب عمرو الحته اللي بعد النص دي اللي هو الديفندرات الديفندرات في عندك طارق حامد وفي دونجا وفي معروف انا اتوقع دول ابرز الثلاث اسماء اتوقع طارق حامد ومعروف يوسف ما يريحش برضه طارق حامد عشان مجهد وكده لا طارق حامد دينا ونص الملعب بصراحه يعني ما ينفعش مكسب كبير جدا نادي الزمالك ما ينفعش يريح بصراحه يعني واينام جاي مجهد من البطوله بس هو برضه رجله في الملعب ونفسه موجود معاه يعني وان هو يبقى موجود يعني هيأثر جدا مع نادي الزمالك يعني كابتن حمدي على فكره جنش هو اللي هيقف عشان الشناوي مصاب وجنش الناس كلها زملكاويه بيتفاعلوا بيه خط اللي ورا الونش وعلي جبر متفقين عليهم تمام طيب شمال ويمين في عندك محمد ناصف شمال وناس بتقول ان هو حاجزها اكيد هيلعب محمد ناصف طيب الناحيه اليمين يلعب شوقي السعيد ولا اسامه ابراهيم؟ لا اسامه اسامه في حسني برضه في حسني موجود حسني في حسني فتحي موجود حسني بس ده حسني بيلعب باك ليفت وباك رايت على فكره بس انا عارف حسني من ايام من ايام بيلعب باك رايت لا وباك ليفت بيأديها برضه والله لعيب كويس قوي بس هو هيحط اسامه اسامه الله اسامه طيب توقعاتك قبل ما اختم الماتش كام 1-0 الاهلي 1-0 كابتن عبد 2-0 الاهلي ان شاء الله 2-0 الاهلي انا اسماعيلاوي بس اتمنى الماتش يطلع كويس وبروح رياضيه عاليه واتمنى التوفيق للفرقتين بصراحه اشكركم نورتونا النهارده وترجع بسرعه ان شاء الله يا جون ان شاء الله واول مكالمه تبقى معانا باذن الله اطمنا عليك بجد انا مبسوط جدا اني موجود مع حضرتك ومع فريق الاعداد الجبار دوت كابتن معتمد كابتن احمد كمون حضرتك كان محمد باقي طبعا طبعا ده الكبير بتاعنا كان ما سمحتش لي الفرصه ان انا احضر مع حضرتك قبل كده بس انا مبسوط جدا اني موجود معاك ومن نجاح لنجاح وانت مجتهد وربنا يكرمك ربنا يخليك يا جون ميرسي شكرا جزيلا كابتن عمرو نورتنا النهارده وتحياتي ليك ولكل شرايا للدخان وان شاء الله يبقى المركز افضل وافضل الفتره اللي جايه انا سعيد جدا يا كابتن ان انا كنت مع حضرتك النهارده ومع الكباتن الكبار طبعا فريق وفي قناه النهار قناه التميز وفريق الاعداد كابتن معتمد وكابتن كمون وكابتن اوليس محمد باي وان شاء الله من تالق لتالق ان شاء الله قناه النهار إن شاء الله. باذن الله ان شاء الله كابتن حمدي مكنه الاهداف اشتغلت ولا لسه مع سيراميكا لا لسه والله انا اول ما رحت زقه بس محتاج اقول يعني بس رحت اتصبت وكده ماتش الدخان فالحمد لله يعني اتمنى ان ربنا يوفقني ان شاء الله ان انا ارجع في اسرع وقت وان شاء الله ابقى اضافه قويه اليوم وانا بشكر حضرتك طبعا استاذ فايز وبشكر استاذ محمد باهي والكابتن احمد معتمد والكابتن احمد كمون وبشكر الكابتن احمد كيلاني مدير نادي السيراميكا عشان ده شخصيه كلمه الاهلي عسل يا كابتن وبشكر فرقتي كلها وبشكر مستر معتز وبشكر والده ووالدتي بالاخص يعني واخواتي واتمنى التوفيق ان شاء الله ربنا يخليك نورتونا النهارده شكرا جزيلا ليك شكرا مشاهدينا الكرام نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل هيكون ضيوفي من نادي كوكاكولا الاستاذ خالد اسماعيل عضو مجلس اداره نادي كوكاكولا وايضا الكابتن نبيل ابراهيم مدير قطاع الناشئين واللي محققين نتائج كويسه جدا سواء على مستوى الناشئين او حتى الفريق الاول وبعتز جدا بصداقه الاستاذ خالد اسماعيل هيكون ضيفي بعد الفاصل